السلام عليكم اخوان شعب الخوت، كلشي مزيان، صحيحات طويرات، كلشي بخير. المهم الاخوان، يعني موضوع النقاش ولا موضوع فيه الفائده الاخوان، تقديم الفلفل الحار الاخوان. يعني اغلبيه الاخوان كيغفلوا على هذه المساله هذه، وهي تقديم الفلفل الحار، يعني مضاد حيوي طبيعي الاخوان، فيه بزاف ديال المنافع، يعني بزاف ديال المنافع. يعني ما كنهروش اخوان يولفوا الطويرات ديالهم، بالاخص فاش يكونوا شنابر. يعني راكم شفتوا بزاف ديال التغذيه متنوعه الاخوان، يعني اللي فيها خضار، فواكه، يعني بصل، بزاف ديال الحويجات اللي ممكن يعني ما كياكلوهمش الطويرات ديال الكناري مباشره، ولكن كنحاولوا باش كنلفتوا الانتباه ديالهم وكنولفوهم على الحويجات هادو ملي كيكونوا شنابر الاخوان. يعني اغلبيه ديال الاخوان كتقول لي راه كنحط فلفل الحار ما كياكلوش الطويرات ديالي، بالعكس يعني ما مولفينوش، ما تقدمش ليهم. كذلك الاخوان البصل، يعني البصل نورمال عادي اللي حطيتيه ليهم ما غاديش ياكلوه، ولكن الا ولفوا الاخوان هذه التغذيه راه كيجي ياكلوها وفيها فوائد كثيره. يعني الفوائد اللي في الفلفل الحار الاخوان، وهي اول حاجه الاخوان مضاد حيوي طبيعي، يعني شامل للذات ديال الطويرات، وبالاخص يعني البكتيريا ديال الجهاز الهضمي، يعني السنجه، الحنياش، الضعف اللي كيكون في الطويرات كيكون من السنجه ولا الحنش. كذلك الاخوان يعني يعني الوجوديه ديال الطويرات، بزاف ديال الحويجات في التغريد، كيساعد في يعني في التصفيه ديال الدم الاخوان، او الوقايه من الدوره الدمويه. في بزاف الاخوان ديال الفوائد. كذلك انت شوفوا الاخوان يعني كياكلوا متقبلينه، راهو ما حاطوا ليهم، باقي ما قسمتش عليهم، يلا كنقطعوا. هاي دابا هنايا تقريبا هنا الاخوان راه كاين كيلو ديال الفلفل الحار، انا حطيت لهم نص تما وباقي غادي نعاودوا نقسموه، غير بغيت نشارك مع الاخوان ديالنا. يعني كان في التقديم اليوم، واغلبيه ديال الاخوان كيغفلوا على الفلفل الحار او ما كيقدموش للطويرات ديالهم الفلفل الحار، وبغينا نشاركوا مع الاخوان ديالنا باش يحاولوا يولفوا الشنابر ديالهم او الفريخات اللي الله بادين العمل ديالهم، باش يعطيوهم يعني الفلفل الحار وقدموه لهم. راه فيه فوائد كثيره الاخوان، فيه فوائد كثيره، يعني مضاد للميغا بكتيريا، الكوكسيليا، بزاف ديال الحويجات الاخوان. المهم دابا حاليا عندهم الفلفل الحار، الجزر الاخوان هذاك راه اساسي على حساب التلوين، يعني ديما كيكون، ولكن راه كنبقاو كنلعبوا بالتغذيه الاخرى، يعني كل مره كنقدموا حاجه. المهم هما يعني مباشره كيف كيبان لكم الاخوان كياكلوها مزيان. هانتوما الاخوان غادي نحاولوا باش نهرسوا شي وحده اخرى، لوحوا على هذو هنايا حيت خاصنا ضروري نقسموا. اغلبيه كاينين الطويرات اللي ياخذوا مكان ديال الاخرين وما كيخليهمش ياكلوا، غنحاولوا باش نقسموا لهم هذاك الشيء في طبايصلات، غنحطوه على ثلاثه ولا على اربعه، وراه غادي ياكلوها ان شاء الله كاملين. هانتوما كيف كيبان لكم، يعني الطرفين فوق كيتلاح كيوصلوا كيهبط ليه كلشي. هما الاخوان الطويرات كيبقاو بصحه جيده وكيبقاو مزيان، ولكن بروغرامات طبيعيه، وقايه طبيعيه الاخوان. يعني راه ضروري من هاد الحويجات، مره سيمانه فلفل حار، مره سيمانه يعني البصل نورمال، مره سيمانه راه كان عندي البارحه الاخوان، يعني راه كل نهار كيكون عندهم بلوغرام في مواد طبيعيه. اغلبيه كيقول لي واش كتكون نفس التغذيه، بالعكس الاخوان يعني كل نهار كيكون عندهم بلوغرام ديال التغذيه، وكذلك يعني ديال الحبوب، وهذا كيكون عندهم واحد البروغرام اللي كتخصيه باش يبقاو الطويرات ديالك في صحه جيده، وكل نهار كتعطيهم مكون اللي غادي يستافد منه الجسم ديالهم، وكتكون فيه وقايه اللي طبيعيه الاخوان. يعني البارح كان عندهم الثوم، يعني الثوم في الماء الاخوان، شربوا الثوم والخل ديال التفاح الاخوان، الثومه والخل ديال التفاح في الماء كان عندهم البارح، اليوم عندهم الفلفل الحار، يعني وقايات طبيعيه. كيبقاو الطويرات ديالك مزيان فاش كتبغي تدخلهم كاع العمل ديالهم ولا الخدمه ديالهم، كيخدموا معاك مخيرين بدون مشاكل، بدون حتى شي حاجه، وما كيكونوش شي اعراض ولا شي حاجه. لحقاش كيف كنعرفوا حنا طبيعي مفيد 100%، ولكن تعرف كيفاش تتعامل مع هاد الحويجات الطبيعيه، حيت اغلبيه ديال الاخوان دابا الا عطيتي الفلفل الحار الطويرات ديالو قدمهم ليهم، يعني ما كيتقبلوش ولا ما كياكلوش حيت ما مولفينوش. ولكن الا كان هذاك الطائر الفلفل الحار راه غادي يستافد، غادي يحيد البكتيريا، غادي يحيد كوكسيليا، غادي يحيد السنجه، غادي يحيد بزاف ديال المشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك كيف قلنا في الدوره الدمويه،
وفي الريش ديالو وفي الهيجان، يعني عارفين الفلفل الحار انه هو يعني كيوجد الطويرات، كيحفزهم على الوجوديه ديالهم، على التغريد، على بزاف ديال الحوايج. ودابا حاليا مخير تقدمي الطويرات ديالك. المهم الله ييسر لكم والله ييسر جميع الخوش، غير موضوع الفائده، بغينا نستافدوا مع الاخوان ديالنا وباش ما يبقاوش يهملوا الفلفل الحار والمواد الطبيعيه، ما يقدموهاش للطويرات ديالهم حتى كيكون شي مشكل عاد كيقدموا ليه. الا حتى ولا مشكل عاد قدم شي ليه الفلفل الحار ولا البصل ولا الثوم ولا هذا، راه ضروري الاخوان، هذاك الطائر ما غيتقبلش هاد الحويجات هادو، ولكن كيكون طبيعي بحالنا بحالو، كيكون بلوغرام طبيعي في التغذيه في كل شيء كنمشيو معاه به، وراه كيكونوا الطويرات مزيان ومخيرين. المهم الله ييسر لكم والله ييسر جميع الخوش.